شدوا صبرون صبرون واش مربين تعرض للسحل من طرف ابنائنا الشرطة الذين كانوا يدرسون عندنا في المؤسسات التربوية. تمنينا ان يكونوا سندا لنا، تمنينا ان تكون وزارة التربية الوطنية في مستوى كلمة التربية. فقد قمنا بوقفة احتجاجية فيها مطالب مشروعة باعتراف وزارة التربية وباعتراف عناصر من البرلمان وباعتراف الجميع. هي حقوقنا، لم نفعل شيئا نستحق عليه فعل السحل. حقوق مشروعة وحقرنا المفروض على الاقل سلميا، حتى سلميا مع الصحه لنا في الدوله هذه، حتى سلميا ومعتمد واعتدوا علينا.